رسائل للاتحاد البرلمان الدولي ان مصر عادت قوية، عادت فاعلة في على المستوى الدولي، واعتقد كان اداء الوفد المصري في البرلمان الدولي يعني بالمشاركة في البند الطارئ ببطلان الاجراءات التي اتخذت بشأن القدس ونقل السفارة الامريكية ليها، واللي وفق على هذا البند الطارئ من الاتحاد البرلماني الدولي، اعتقد بيؤكد دور مصر الريادي في المنطقة، وبيؤكد دور مصر التاريخي في الدفاع على القضية الفلسطينية وفي القلب منه القدس. سيادة الرئيس، كيف ينظر العالم من الخارج الى الانتخابات الرئاسية المصرية؟ اعتقد الرسالة اليوم من الساعات الاولى لبدء العمل اللجان الانتخابية كانت واضحة للعالم كله ولكل المشككين. نعم. ان الشعب المصري في ساعة الشدة بيلبي نداء الوطن، واعتقد الصورة من اقصى البلاد الى القاهرة الى المنطقة سيناء، اللي انا شخصيا بوجه كل التحية لابنائها، تحدي واضح لما يقوم به او تقوم به بعض الجماعات الارهابية. خرج ابناء سيناء بمظهر ومشهد حقيقة يعني يقتضي ان احنا نوجه لهم التحية. لكن انا نسمع سيادة الرئيس عن بعض تقارير من منظمات دولية تشكك في الانتخابات الرئاسية المصرية وتقول لماذا لا يوجد اكثر من مرشح. اعتقد ان المرشح موجود، في مرشح للانتخابات الرئاسية وفي الرئيس السيسي، يبقى اذا في مرشحين للانتخابات الرئاسية لكل منهم برنامجه، وان فيه منافسة فعلية على الارض. المنافسة ليس مع المرشح الآخر موسى، المهندس مصطفى موسى، ولكن أيضا المنافسة مع كل ما يدور في الداخل والخارج، مع الجماعات الإرهابية التي تطل برأسها من وقت لآخر وبتلفظ أنفاسها الأخيرة، أيضا مع المشككين في الخارج إن في منافسة بين الشعب المصري وهم، في منافسة أيضا من خلال التحدي المشاكل اللي نتعرض إليها على رأسها التنمية. أعتقد أن كل هذه الأمور بتفرض منافسة في الانتخابات. سيادة الرئيس، أنا قلت منذ فتح بداية البرنامج